عايزين نتكلم بقى عن المسلسلات الكوميدي. يمكن نجوم مسرح مصر هم متصدرين مشهد الكوميديا في رمضان السنه دي، شايف هل في تنوع في الدراما او في الكوميديا؟ مسلسلات فعلا بتأدي الكوميديا صح ولا لا؟ هو في الحقيقة أنا قبل رمضان كده كنت كاتب مقال براهن فيه على فكرة إن الحالة المزاجية للمصريين دلوقتي مش هتتفاعل مع أي عمل كوميدي بسهولة، وإن فكرة إنك تحاول تضحك حد مكتئب وخايف، إحنا طبعا شايفين إن كورونا مأثرة علينا كلنا، ما يخرجش من البيت، مفيش تفاعل، الناس كلها محبوسة، فإن أنت تخلي حد يضحكك دي مهمة صعبة قوي. وده اللي حصل فعلا. احنا دلوقتي النهارده اليوم يعني داخلين على اول اسبوع من رمضان، ما اعتقدش ان في اعمال كوميديه كتير جدا ناجحه مع الناس، والناس ابتدت تتكلم ان احنا عندنا ازمه في الورق الكوميدي. حتى استاذ عادل امام بكل تاريخه بكل حضوره الطاجي ما قدرش يعني يثبت ان هو يقدر يضحك المصريين زي ما بيقولوا. ايمن بهجت قمر واثق جدا في كتابته، في مستوى كتابته، وكنت بتكلم معاه وقال لي الناس هتتفاعل بدايه من الاسبوع الثاني للمسلسل لان هو عامل كوميديا تصاعديه. اتمنى ان ده يحصل يعني، بس المود العام للمصريين مش بتاع كوميديا دلوقتي قوي، رغم ان نيلي علشان مش مصنفه نفسها مثلا مش مقدمه نفسها ان هي نجمه كوميديا، هي واسر ياسين المسلسل الناس بتتفرج عليه وبتبتسم ومتفاعله معاه، لكن الكوميدي انا شايف مسرح مصر السنه دي يعني احنا فعلا زهقانين، عايزين نضحك، عايزين نغير جو. عندنا ازمه ورق فعلا في منطقه الكوميديا كبيره جدا، لان دايما احنا في مصر بنبني على فكره كوميديا الافيه، مفيش كوميديا الموقف، وده بقى قليل قوي. حتى النجوم اللي احتلوا كل الدراما بتاعت نجوم مسرح مصر، اشرف عبد الشافي ما صنعش منهم، اشرف عبد الباقي اسف، ما عملش منهم نجوم كوميديا سيتويشن مواقف، هم بيعتمدوا على الافيه اللي بيرموه عشان الناس تضحك، وده بمرور الوقت الارتجال بيتراجع، يعني بنضحك عليه اول مره، تاني مره بتحفظ خلاص الافيه.